تنوصلوا 45 عام خاصنا احتياط في 4 درجات، راه 3 تنقصوا البروستات. دونك الحميه هي الاولانيه، والوصفه راه ساهله، ولا فورمير راه ساهله 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 لواحد الدرجه ما تصوريش، وفعاله ومجربه. حنا خاصنا اول حاجه واحد الحفنه ديال الزريعه البيضاء ديال القرعه الحمراء. الوغ هاد الحفنه ديال الزريعه البيضاء ناكلوها قبل الفطور يوميا. لا مشينا لالمانيا الدواء رقم واحد ديال البروستات، لا في لي كلينيك لا في لي زوبيتو لا في بارتو، رقم واحد هي الزيت ديال الزريعه البيضاء. الله يعطيهم الصحه العشابه، جابوا زريعه بيضاء وجابوها لنا منقيه، وجابوا كاين اللي جاب حتى الزيت ديال الزريعه البيضاء. اي كاين اللي نقدروا نخرجوا منها زيت. الزيت ديالها ممتاز، دواء فعال البروستات رقم واحد الرحمه. الور اول حاجه نبداو، باش غنبداو؟ عندنا لو شوا، عندنا جوج حوايج، عندنا الزريعه البيضاء ديال المغرب اش تكون شويه كبيره وخاويه، فين الخاوي؟ ياك هي المطلوبه. حنا ما كنتكلموش على ديك الملحه اللي كتباع عند، لا لا دائما الملحه اللي ملحه اللي ملحه دائما ما نساوش الملحه في البلاصه ارتفاع الضغط الدموي. الناس اللي عندهم طونسيون ممنوع من عن كليا وكل شيء، اذا نتفاداو الملحه. السموم البيضاء جوج، السكر والملحه دائما نحاولوا نتفاداوهم. اذا عندنا قلنا الزريعه البيضاء ممتازه اختي، انا اللي تنهضر معك راه تنوصل للجامع تيبان لي شي راجل كبير، تنبدا السلام عليكم وعليكم السلام الشريف الله يرحم الوالدين ما ديرهاش مني قلت صواب، انت تاخذ حسنات ولا انا اللي اخذهم موراك. شوف اي راجل كبير مسن هذاك ما تيشدش الوضوء، قول ليه ياخذ واحد الحفنه قبل الفطور ديال الزريعه البيضاء بالاحرى. لا خذا اش غدير لي الزريعه البيضاء؟ لا خذا قبل الفطور. قلنا اللي عنده مشكل تبول متكرر ولا ما كيقدرش الوضوء غير بالزريعه فيها حكمه كبيره انك تقبض. الله يعطيك الصحه هم بلاتي وما نساوش، والضعف الجنسي راه تعطيه قتله، تعطيه قتله دونك اختصاص. اذا حنا دابا حنا تنهضروا على التبول لا ارادي، على مشاكل ديال البروستات، على انفلاماسيون ديال البروستات، التهابات ديالها وكل شيء. اذا نبداو بالزريعه البيضاء هي الاولانيه، حفنه اللي ناكلوها قبل الفطور. شي بس ما كاين، حنا جيعانين وسط النهار جوج ثلاثه اربعه د العشيه، علاش ما ناخذوش ديك الحفنه؟ غادي نقبوا ناكلوها ونتلهيو راسنا. اذا حفينا الصباح قبل الفطور، حفينا في العشيه، ما فيها حتى مضر. المهم شوفي المطلوب هي تكون الكرش خاويه على الجوع، باش تكون اسيميلابسيولوجي. باش الجسم يستفد منها.